تبعت الفلاحة لأن عندي هواية، وتبعت الدومين ديال الوالد ديالي. قريت بصراحة علمتني هنا في الفيرما اللي تعلمت بزاف. مازال القراية خديت شي معلومات، ولكن الأكثرية بالممارسة. وأنا أصلا عندي هواية وتنبغي بزاف هاد الدومين ديال الفلاحة، البقر، الغنام، كنبغيهم بزاف، وقررت باش أنني نتخذها مهنة. صافي الحمد لله، هذه دابا تقريبا واحد 16 عام وانا في هاد الدومين هذا. انا كتعجبني شي حاجه ان كيديروها غير الرجال، وانا كمراه ندخل ليها، يعني بحال تحدي. بغيت ندخل شي حاجه ما كيديروهاش العيالات، بغيت نفتح واحد الفرصه للعيالات حتى هما ينوضوا ويديروا هاد المهنه. وهاد المهنه شريفه وزوينه، وبصراحه كتعطي واحد النشاط، واحد الحيويه منه بالنسبه للجو، من بالنسبه لبزاف ديال الحوايج. انا بصراحه كنشجع الناس العيالات بزاف، اللي لا اللي في الباديه ولا اللي في المدينه، ياخذوها كمهنه، راها زوينه بزاف. غير ياخذوها مهنه وتجاره وكل شيء، هي خصها شي شويه الصبر. هي كتعلم الصبر، هذه الحرفه هذه كتعلم الصبر بزاف. ماشي هي الراجل اللي خصو يكون كيمشي للسوق ويشوف البقر وهذا. بالعكس انا من كنمشي للسوق وكنشوف البقره، نقلبها ونشوفها كيفاش دايره، واش اصال واش ماشي اصال، واش كتحلب مزيان ولا لا، كنعرف كل شيء. وتا بالنسبه للحولي في الوقيته العيد كنمشي نشري الراسي، كنمشي نوض في الصباح بكري 5 الصباح، كنشطرق، كنمشي للقلموز، كنمشي لسميتو الخريبقه، البروج، ما تخلي فين نمشي ندور على الحولي ونشري. عندي هذاك نشاط، هذاك هو النشاط ديالي انا، هي انني نمشي ونمشي للسوق ونجيبو ونشري له العلف ونبيع. تلقى راسي، تلقى راسي بصراحه في هذا الدومين، كيعجبني بزاف. مي كنجي في الصباح اول ما كندير، كنجي كندير دوره على البقره، هو الاول كنشوف فين اللي مريضه، فين اللي ما مريضاش، شنو شكون هي اللي مزيانه. لان البقره مي كتكون مريضه راها كتكون باينه، كتشوفها ناعسه ودنيها مطلوقين، المهم كتبان. بالنسبه لي انا كنعرفها اللي مريضه ولا هذا. اول حاجه عندي هي خصني كونترولي البقر، نشوف مي تلقى المسائل هي هذيك، كنمشي عاوتاني كنشوف العلف، كنكونترولي العلف، واش العلف كلاو مزيان، واش ما عطاوهمش، عطاوهم كاع العلف كامل عطاوه لهم، واش خداو التبن ديالهم، الماء ديالهم، الربيع. من بعد كنمشي عاوتاني للحليب، كنشوف الحليب واش صافي طلع مزيان، في جوده مزيانه، تنقلبو صافي كنصالح مزيان، صافي كنبدا نبيعو للناس. تنقيل في المحل ديالي الفوق، كنبيع شويه، تندير شويه الحليب، الجبل البلدي، كنصوبو الراسي، الفرماج، كندير كنخدل اللبن، كنصاوب الزبده بلديه، والحمد لله. كتعطيك واحد القوه، واحد الشخصيه، كتفرض الوجود ديالك، كتفرض الاحترام ديالك، ان باش انت بوحدك مراه كدور في السوق في وسط بزاف ديال الرجال وتعرف العروبيه وهذا، يعني انت كتفرضي شخصيتك على داك الشخص انه يحترمك ويقدرك. يعني انا كنفرض شخصيتي على واحد اخر، انه يهضر معايا باحترام ويتعامل معايا باحترام بحالي بحاله. هو راجل في الدومين، امراه في الدومين، وخصو يحترمني. وصراحه كنفرض حتى الكلمه ديالي عليهم. شوف هي تا بالنسبه للشغل ديال الدار راها مهنه، يعني تقبل وليداتها وداك الشيء مهنه، ولكن انا اللي عندها الامكانيات انها تخرج تشتغل وتكافح ودير واحد المجهود، تخرج من الاحسن. يعني راه ربي كيعاون، يعني هذه تخرج، هذه تخدم، هذه تتلقى هي ذاتها، كتلقى ذاتها باش تخدم. اما لا تبقى هي الدار الدار الدار. بالنسبه كنهضر اللي عندها امكانيات تخدم، كنشجعها باش تنوض تخدم من الاحسن، باش حتى الواحد كيبدل الروتين ديال الدار. وتا المراه كتبقى ديما نشيطه وديما هذا، كتخرج شويه على واحد الروتين ديال الدراري، الاولاد، التماره ديال الدراري وهذا. يعني كتدخل لدارها ناشطه فرحانه باخر. انا كنصحها تنوض تخدم الا عندها الامكانيات تنوض تخدم. الا لقيت انا شي مساعده، انا حاليا دابا بصراحه ما عنديش امكانيات باش ندخل انا هذا، لان انا اصلا كنخدم مع الوالد ديالي، كنعاون الوالد ديالي، عندي ما عنديش راس المال. كنت دفعت المبادره باش ناخذ حتى انا وندير ديالي، ما حالفنيش الحظ مع المبادره. وعلاش الليله تفتح لي المجال انني ندير ولقى شي مساعده في الديوان، ما يديرولناش عرقاله، راني ندير مستعده. بالعكس انا مستعده انني نربي هنا مثلا، غادي نعطي لهذا واحد الخمسه د البقرات،
هاي خدمهم راه المراقبه غادي نبقى كل ساعه نجي نشوف واش داك البقر غادي مزيان، واش داك البقر مهلي فيه، واش كتعلفو مزيان، ونخليه يخدم. هو من هاي يشوف راسو ان المراقبه عنده كل ساعه هيتزير، غادي يقول واه تجيني المراقبه ما تلقانيش. شتي حتى ما لقيتيش داك البقر الا لك تب الله وقعت له شي حاجه، عاوتاني بالطبيب وبهذا بان داك البقر راه لان في يد الله راها ماتت ولا شي حاجه. اما هي هكاك ما يلقاهاش خرج له خطيه كاع وعطي الناس تخدم. انا بغاصه ما باغيه، واش انا نبقى ديما نخدم انا مع الوالد كنضربو تماره؟ خصني ندير انا ديالي، عندي امكانيات ديال كوري ولا هذا، علاش ما نديرش ديالي حتى انا؟ وعندي واحد الطموح، عندي واحد هذا، ونكثروا البقر من وحده لجوج لثلاثه، والمراقبه كاينه، الحليب هادي كثر، اللحم هادي كثر، والشباب هينوض يخدم، ما يبقاش كلشي جالس. عطيه اللي دفع الدوسي ديالو وعنده مثلا الكواره وعنده امكانيات، عطيه يخدم، شريلو وعطيه يخدم، ودير المراقبه ديالك ان كل ساعه تجي تراقبو وتشوف شنو كاين وشنو كيدير، واش غادي مزيان واش ما غاديش مزيان. هادشي انا اللي تنقولو للعلم ولله.